تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. تتابعونا في هذه الحلقة: أمسيات صوفية تركية تحيي ليالي شهر رمضان في البلدة القديمة بالقدس. رمضان بالخان، فعاليات ثقافية تبعث الحياة في طرابلس وشوارعها القديمة. ووجبات إفطار مجانية للصائمين تقدمها المقاهي العربية في بلجيكا في شهر رمضان المبارك. نظمت جمعية برج اللقلق ضمن مشروع رمضان في شوارع البلدة القديمة أمسية صوفية بتقديم فرقة تركية، والتي قدمت عرضا من المدائح والأناشيد الدينية والصوفية ولاقت إقبالا مميزا من الأهالي. حضر الفعالية أكثر من 200 زائر تفاعلوا مع العرض الذي جاء تحت مسمى مشروع رمضان في شوارع البلدة القديمة. هذا المشروع يأتي ضمن مساعي تنشيط الحركة التجارية بشكل أساسي وجذب اهتمام الناس نحو أزقة وحرة القدس العتيقة. بشار صغير والتفاصيل. ليلة ليست كغيرها من الليالي بالنسبة للمقدسيين، فقد كانوا فيها على موعد مع عرض صوفي بنكهة تركية احتضنته أسوار مدينتهم. مجموعة من الفنانين والعازفين الأتراك اجتمعوا ومزجوا بين الموسيقى ومدائح الرسول الكريم لخلق أجواء أشعرت الحضور، كما ولو أنهم في إحدى الأمسيات الصوفية بإسطنبول. الرمزية أنك تحيي فعاليات وأنشطة وتحيي البلدة القديمة من القدس في شهر رمضان المبارك بأنشطة ثقافية لتعزيز الهوية الفلسطينية وتأكيد عروبة المدينة، وهذه النشاطات هي نشاطات بطابع إسلامي عربي، نقدر إحنا نستخدم هاي العروض في رمضان لأنه هي الطريقة الملتزمة في شهر رمضان. على وقع الأناشيد الدينية لف درويش، هو جانب أساسي في الصوفية، ففي الحركة التي تشبه دوران الأرض يدخل المتصوف حالة من التأمل والتماهي مع الكون من أجل الشعور بعظمة الخالق. هذا الفن يعتمد على 800 سنة على الأقل، يعني هذا الفن مش فن الحديث، فن تقليدي، ويتكون من مراحل من الفلاسفة. مثلا يحملون الكبعة على رؤوسهم يرمز مقبرة حجرة المقبرة، يعني دائما يفكر الموت على رأسه. وتأتي هذه الأمسية ضمن برنامج ليالي رمضان في البلدة القديمة، والذي تنظمه مؤسسات محلية أبرزها ساند وجمعية برج اللقلق ورؤيا. أهازيج دينية بلغة غير عربية تعلو وتصدح في سماء القدس، فن إسلامي قادم من بلاد بعيدة يعرض عند أسوار المدينة. قد تكون هذه رسالة مفادها أن المدينة المقدسة ومهما اشتدت محاولات تهويدها والتفريط بها تظل جزءا من نسيجها ومحيطها الإسلامي والعربي. بشار صغير، التلفزيون العربي، القدس. بهدف استعادة طرابلس لدورها الريادي نظم في سوقها القديمة فعاليات ثقافية بعنوان رمضان بالخان، تضمنت عروضا متنوعة بين أناشيد دينية وعروض مسرحية إضافة إلى رقص مولوية، مهرجان بث الحياة في طرابلس وشوارعها الفقيرة حتى أول ساعة الفجر. ميثم قصير زار هذه الفعاليات وعاد بالتقرير التالي. بين طرابلس الأمس وطرابلس اليوم ثمة قاسم مشترك، هو طقوس رمضان وعاداته وأمسياته الغنية بالمحبة والتسامح، حيث يجتمع أهل المدينة للاستمتاع بالأناشيد الدينية وقصص الحكوات وفرق المولوية، ثم يتفرقون قبيل السحور. كفرقة أصداء لإنشاد التراث بنغني الأغاني التراثية القديمة بحلة جديدة، وحلو كتير أنه بشهر رمضان المبارك نحيي هالمناسبة الحلوة بإحياء التراث القديم، تذكير الناس بالعادات والتقاليد والمحبة اللي كانت بين الناس سابقا. ليس الزمان فقط ما يميز هذه الفعالية، بل المكان الذي تقام فيه في خان العسكر الذي بني في عهد المماليك قبل 8 قرون، وقد رغب منظمو الفعالية بث الحياة في الأماكن الأثرية في طرابلس. نحن دائما بنقول شغلة أنه طرابلس هي متحف حي، يعني عندنا معالم سياحية وعندنا معالم تاريخية رائعة، مشان هيك نحن بنحب نرجع وموجودة بالأسواق الداخلية، كرمال هيك نحن بنحب نرجع ننشطها ونرجع نرد الأجر إذا بدك نقول أكثر على هيدي المناطق بما فيها من روعة. رمضان في الخان
شهد إقبالا كثيفا من أهل المدينة، الذي يعكس شغف الناس في استعادة روح المحبة التي لطالما أطفاها رمضان في طرابلس. العالم برمضان ثلاث أرباع الناس بتقضيها على التلفزيونات على المسلسلات، هذه كتير فرصة للطرابلسيين حتى يطلعوا برات البيوت يشوفوا يحتكوا بالناس يعيشوا الأجواء الرمضانية اللي بتجي كل سنة مرة واحدة. وهكذا تستعيد طرابلس كل عام عباءتها لاستقبال الشهر الكريم بما يليق به. فعاليات ثقافية تؤكد مرة جديدة أن للشهر الفضيل في طرابلس خصوصية، حيث يفخر أهلها بنكهة الشهر الفضيل في مدينتهم التي تميزها عن سائر العالم الإسلامي. ميثم قصير، التلفزيون العربي، من خان العسكر، طرابلس. بالرغم من أن موريتانيا بلد يستورد جل حاجياته الغذائية، فإنها تتميز بإنتاج أغلب مشروباتها، وفي صدارة تلك المشروبات ما يعرف بالزريق، وهو خليط بين الماء واللبن تشتهر به البلاد منذ غابر العصور، خاصة وأن شرب الماء وحده دون خلطه باللبن من الأمور النادرة في موريتانيا. هذا المشروب تؤكد تجارب أنه حارق للدهون، وقد تضاعف الإقبال عليه مع تزايد معدلات الإصابة بالكوليسترول في البلاد على نحو مخيف. محمد عبد الله ممين والتفاصيل. هكذا يتم نخض اللبن لعزل ما به من دهون، خطوة تسبق إعداد المشروب الذي يطلق عليه العرب الأوائل المذق ويسمى في موريتانيا الزريك، وهو خليط من اللبن والماء والسكر. في الوسط الحضري اختفت تقريبا طقوس النخض الذي كان بمثابة اللحن المميز لإعداد وتحضير الزريك، وحلت محلها أساليب أخرى ليظل هذا الغذاء المشروب الأول في البلاد خاصة في شهر رمضان. وهذا العصير دار كلي جودة كامل، ما فات غير فينا شيء، مازلنا الدار لطبيعتنا البن وزريقنا، نصبوا نجروا سكرنا ونجروا البن ونجروا مانا ويشرب رقا الشرب زين. وفي الشهر الكريم يتضاعف الإقبال على العصائر المحلية الغنية بالسكريات والفيتامينات، وفي صدرتها عصير الكركدي بصام ومشروب الخشل المعروف محليا بتجمخت. ويجمع أطباء الأعشاب على أن بعض هذه العصائر يتمتع بالكثير من المميزات والفوائد الصحية. تجمخت هي مشروب موريتاني قديم جدا، هي نبات يستخدم في الشراب الموريتاني خصوصا في مائدة الإفطار، مهم فيها جدا. هي تعالج نقص الامتصاص وتعالج زيادة ضربات القلب، هي مهمة جدا لأمراض القلب كاملة. العصائر الموريتانية التي توصف بأنها مقاومة للعطش تكون لها نكهة منعشة مع إضافة الصنف العربي أو مسحوق النبق أو الزنجبيل وغيرها من ثمار وأعشاب النباتات المحلية. وتبقى هذه المواد الأساسية في صناعة العصائر الموريتانية في واجهة العرض طيلة شهر رمضان، وذلك بسبب رخص أسعارها وسلامتها من المواد الحافظة الضارة بالصحة على العكس من المعلبات المستوردة. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، مراكشوط. صندوق دنيا متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل. زلابية بوفريك أيقونة الموائد الرمضانية في الجزائر وذوق متميز على مر السنين. وأزقة المدينة العتيقة في تونس تمتع عشاق الطرب والموسيقى في رمضان بفن الحضرة. أهلا بكم من جديد. تعتبر أجواء شهر رمضان في العاصمة البلجيكية بروكسل الأقرب إلى أجواء الشهر المبارك السائدة في مدن العالم العربي والإسلامي، وذلك مقارنة بأي عاصمة أوروبية وغربية أخرى. ولا يشعر من يزور بعض أحياء المسلمين هناك خلال شهر رمضان بأنه في بلد أوروبي. اعتاد المسلمون في بلجيكا على الفطور الجماعي، إذ تقدم جل المقاهي العربية وجبة الفطور مجانا للصائمين في شهر رمضان المبارك. كاميرا العربي تجولت في بعض هذه المقاهي. لا أحد يدري بالضبط متى انطلقت فكرة تحول المقاهي العربية إلى مأوى لتناول وجبة الإفطار في بروكسل مجانا خلال شهر رمضان من كل سنة، لكن الكل يشدد على مزاياها
أما القائمون عليها فيؤدون المهمة بكل تفان كجزء من مساهمتهم في تيسير أداء الفريضة في المهجر على الكثيرين طلبة وعزاب ومسافرون حطت بهم الرحال في العاصمة الأوروبية. اخترت أن أمنح خلال شهر رمضان وجبة الفطور لكل من يريد سواء الذين يعيشون وحدهم أو العائلات التي لا تملك الوقت لإعداد الفطور. هذه العملية تضمن مجيء الجميع للاستفادة منها وهو ما يؤدي إلى نوع من التمازج بين مختلف الفئات الاجتماعية في جو عائلي، في جو حيث الفقراء لا يحسون بأي تمييز ولكنهم وسط الجميع في هذا الشهر المعظم. ولا تختلف هذه الطاولة وما تحمله من مأكولات شهية عن مثيلاتها في المقاهي الأخرى التي تمتلئ عن آخرها في دقائق معدودة لانتظار آذان المغرب وبدء تناول الوجبة في جو عائلي يذكر الصائمين بالأجواء الرمضانية في البلدان المسلمة. نحن كطلبة تهمنا كثيرا هذه العملية لأنها تسمح لنا أولا بارتياد المقاهي والمطاعم وثانيا تناول وجبة حتى وإن لم يكن لدينا الكثير من المال. يترك صوت المؤذن والدعوات التي تليه مكانه لأصوات الملاعق. وجبة إفطار توحد الصائمين كل يوم في جل المقاهي العربية هنا وتشكل فرصة للتعارف والحديث واقتسام ما يحمله كل واحد من زاد إضافي على طاولته قبل أن ينتقل كل واحد إلى مواصلة أشغاله واهتماماته في انتظار إفطار اليوم التالي ولقاء آخر. تختلف وجبة الإفطار من مقهى لآخر لكنها ظاهرة تستمر منذ سنوات وأصبحت من عادات شهر رمضان المبارك في العاصمة الأوروبية. لبي فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. حافظت زلبية بوفريك المشهورة على المستوى الوطني على ذوقها المتميز على مرور السنين بفضل توريثها من أيدي السلف إلى الخلف في الجزائر، ولا غريب في ذلك أن تصبح في رمضان ككل عام قبلة الكثير من الناس يقصدونها لاقتنائها ولو تطلب الأمر قطع المئات من الكيلومترات، وهو الأمر الذي يفسر ازدحام حركة المرور داخل مدينة بوفريك بالسيارة الحاملة في لوحات ترقيمها مختلف أرقام ولايات الوطن الجزائرية. نتابع. مدينة البرتقال، هكذا تعرف مدينة بوفريك بولاية البليدة لدى الجزائريين، لكنهم يعرفونها بشيء آخر، بحلوى لم يأفل بريقها منذ قرن من الزمن. إنهم يأتونها من كل فج عميق. أنا جيت من زيرالدا، جيت بهنا نشري زلابية من بوفريك. الحاجة الأولى اللي كي يقرب رمضان ويوصل رمضان اللي نتشاهوها يعني نتشاهوها على الصح هي زلابية بوفريك. تتضارب الروايات حول أصل الزلابية وتاريخها. بعض الناس ينسبها للموريسكيين، أما أهل بوفريك فقد اختصوا بنوع منها يعد الأشهر في الجزائر. الحلوية تاع بوفريك هي مشهورة كلمة زلابية، وهي زلابية ذي مشهورة يعود التاريخ تاعها لعهد الأندلس، والناس يسمى يجوا لها من كل أماكن يزوروها بأنها يسمى زلابية مشهورة على مستوى الوطن. حلوى زلابية بوفريك تصدر لولايات أخرى، لكنها تبقى بصمة هذه المدينة وجزءا من تراثها. لا يتذوق الجزائريون حلاوة الشهر الفضيل إلا بحلاوة الزلابية. هذه الحلوى تعرفها مناطق عدة في الجزائر، لكنها هنا في مدينة بوفريك جنوبي العاصمة الجزائرية تتمتع بمذاق وشكل يجعلانها مقصد العديد من الزوار حتى من أماكن بعيدة. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. خلال شهر رمضان تتحول أزقة المدينة العتيقة الضيقة في تونس التي تحتضن حفلات المهرجان إلى مدينة ليلية تزدهر فيها الحركة بعد أن اعتادت المحلات والمقاهي فيها على غلق أبوابها في وقت مبكر، حتى إنه قد يصعب على المرة تجاوز تلك الأزقة الضيقة في أوقات متأخرة من الليل. وفيها أيضا تستمتع الجماهير التونسية من عشاق الطرب والموسيقى والفنون طوال 23 يوما في شهر رمضان الكريم ب 17 عرضا من بينها 5 عروض لتنشيط الساحات والشوارع في مدينة تونس، إضافة إلى عرضين من الخارج ضمن فعاليات مهرجان المدينة. نتابع.
تسمى هذه الأغاني الصوفية بالحضرة التونسية. لا تخلو مناسبة دينية منها، فمهرجان المدينة يحتفي بها سنويا وسط حضور جماهيري غفير. تناسق فني على خشبة المسرح البلدي زادته قيمة المكان الأثري سحرا، وأضفى عليه لباسهم التقليدي جمالا. احنا مهرجان يعيد بالتجربة العروض الناجحة، فهمني، اللي الجمهور يحبها، لأن احنا قداش عندنا من عرض 22 عرض على أقصى التقدير، فهمني، ولذا معناها العروض هذه لازم تكون منتقات، لازم تكون تستجيب لطلبات الجمهور. هنا شكل آخر من السهرات الرمضانية، يقبل التونسيون على المقاهي التاريخية بالمدينة العتيقة التي توقظ فيهم الحنين إلى الماضي الجميل. هذا مقهى المرابط التاريخي المطل على جامع الزيتونة يحاكي معماره حقبة من التاريخ حين كان ملتقى جنود الجيش الانكشاري العثماني. اخترت باش نجي لهنا للمرابط على خاطر جو رمضان، ديما نختاروا باش نجيو هوني، اون بليس عندهم حاجات بنين، ناكلوا بوزه تاي اخضر مع الامبيونس اللي يعملوها، حاجه حلوه على الاخر، حاجه تراديسيونيل مع اللبسه تراديسيونيل. هكذا هي اجواء المساءات الرمضانيه في المدينه العتيقه وسط العاصمه التي تحيي العادات القديمه في تونس. تارق نادر بمقهى الشواشين منذ عقدين من الزمن. المدينة العربي كما يسميها بالنسبة إليه هي صورة مصغرة عن ليالي تونس في شهر الصيام. عندي 23 سنة خدمة هنا، القبيل باهي في خاصة في المدينة العربية. زاد أنا قلت لكم كويس عندنا الأحوانت مازالوا ما حلوش باش العباد تخرج أكثر من العادة نتاعها، فهمتني؟ وعندنا جونا نحن خاص في السوق لهنا، سوق الشواشين. تبدو المدينة إذن متسعا للترفيه والخروج من رتابة الحياة اليومية، لكنها أيضا فرصة للزائر للتعرف على عادات التونسيين وتقاليدهم في رمضان. هي تونس الماضي والحاضر في آن واحد. الظفر بمقعد في مقاهي المدينة العتيقة يبدو صعبا بسبب كثافة الأقبال، فالمدينة تعد الوجهة المفضلة للتونسيين في ليالي رمضان الكريم للاستمتاع بأجوائها التقليدية وسهراتها الفنية. يسمى الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صندوق الدنيا. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين، في أمان الله.